حلو البنات، كيكم ان شاء الله بناكل اليوم. راح اليوم بما انه بالحجر الصحي، انه احنا قاعدين نتسلى بالورق، فاذا نريد نعلمكم شو احنا عملنا فيها ونفرجيكم كيف هي. وهاي انا عملتها، وليك وهاي هي فراشة، وهدول البوكمارك انا عملتهم، وهي اللي انا عملتهم هي هيك فراشة تاكل بطيخ. وهاي اليوم رح نعلمكم هاي كيف تعملوا هاي البوكمارك. هاي البوكمارك هيك بتنحط على الكتاب تتعرفوا وين وصلتوا. وهلا رح اعلمكم كيف تعملوا البوكمارك. اول شي بتجيبوا هاي هيك، انه هيك تعملوها. بعدين بتجيبوا هاي هيك، بتحطوا هيك زي كأنها الماس. بعدين تفتحوها وبتجيبوا هاي وتحطوها هون، وبتسكروا هيك، وهيك بتكونوا عملتوا البوكمارك. فيكم تحطوا عليها هيك هيك، تحطوا أدانات وترسموا عليها. شو رأيكم بهي البوكمارك؟ إنه عفوا الماجيك كارد. إنه إن شاء الله، يعني إنه يعني أنتوا إنه اكتبوا لنا بالتعليقات شو أنتوا بتريدوا نعملكم، رح ننزل لكم الفيديو اللي أنتوا يعني اللي أنتوا بتريدوا شو نعملكم. وإذا عجبكم هذا الفيديو لا تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب والجرس، مشان ينزل كل شيء جديد وأحلى.